السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد العزيز حسن. هنبدأ نتكلم في نكمل درس الهرم بتاع الستارز بتاعتي، تمام؟ اللي هو هرم النجوم بتاعي، تمام؟ هنبدأ نعمل الكود بتاعه، وبعد ما هنكتب كل سطر هنبدأ نرن البرنامج عشان نشوف كل سطر احنا كاتبينه بيعمل بالظبط. طيب احنا عايزين نبدأ نعمل واحدة واحدة خطوات للحل عشان ما نتوهش من بعضينا ونتوه مني. مبدئيا أول حاجة نعملها هنعمل كود يرسم لي اللاينز، يعني كود يرسم لي الاسطر بتاعتي. بعد كده هنعمل كود يدرو الستارز، كود يكتب لي النجوم بتاعتي. بعد كده كود يكتب لي السبيسز اللي هي المسافات الفاضية. ده اللي احنا هنعمله بالظبط. طيب تعالى اول حاجة نعمل الكود اللي بيعمل لي اللاينز او بيعمل لي الستور. انا عندي كام سطر؟ انا عندي 5 اسطر، عايز اعمل كود يعمل لي 5 اسطر. طبعا هنا هنعمل فور لوب، هنيجي نقول هنا فور انت لاينز، اللاينز اللي هي ستور بتساوي 1، و اللاينز دي أصغر منها تساوي 5 لأن احنا عايزين 5 سطور، وفي الآخر lines دي plus plus. اوكي طيب، وبعد كده هنا سي اوت اللي هي النجمة بتاعتي اللي أنا عايز أطبعها. بعد كده أقول له سي اوت end line بالشكل كده. المفروض أنا هيطبع لي 5 سطور جوه كل سطر يطبع لي النجمة بتاعتي. فعلا عندي 5 سطور جوه كل سطر النجمة بتاعتي. طيب عايزين نبدأ نعمل الكود بقى اللي هو يدرو الستارز، اللي هو الكود اللي هيحط لي عدد النجوم اللي جوه السطر. احنا عندنا 5 سطور جوه كل سطر عدد معين من النجوم. احنا رسمنا 5 سطور خلاص، عايزين نرسم النجوم اللي جوه السطور بقى. فهنيجي هنا نقول له فور تاني، نعمل فور لوب تاني، نقول هنا انت ستارز هيساوي صفر، و او ممكن نخليها 1، و الستارز اصغر من هتساوي 10 نجوم، و الستارز بلس بلس. وهاجي هنا اعمل الكيرلي براكتس. البراكتس دي المعقوفه دي او الاقواس المعقوفه اسمها كيرلي براكتس، تمام؟ اوكي، واخد دي حاططها هنا في اللوب الثاني لان انا عايز اللوب ده يطبع للستارز، عشان كده حطيت اطبع للستار. طيب تعالوا نقرا الكود بتاعنا كده ونحلله. اول حاجه اول كود عملت 5 اسطر من خلاله بالشكل ده. تاني كود انا هرسم 10 نجوم جوه كل سطر، انا هنا مثبت 10 نجوم، فهنا هيطبع لي جوه كل سطر 10 نجوم. تعالوا نرن، فعلا هلاقي عمل لي 5 اسطر وجوه كل سطر 10 نجوم. تعالوا نبص على المثال. طبعا المثال هنا انا جوه كل سطر في سطر فيه نجمه، في سطر 3، في سطر 5، في 7، 10، يعني مش كلهم 10، تمام؟ طيب تعالوا بقى نخلي جوه كل سطر عدد النجوم بتاعته. طبعا احنا هنا المره اللي فاتت اتكلمنا على موضوع العمليه الحسابيه اللي احنا عملناها، بنجيب رقم السطر ونضربه في 2 وبعد كده نطرح رقم السطر من 1. بنجيب رقم السطر ونضربه في 2 ونطرح منه 1، بيدينا عدد النجوم اللي جوه كل سطر، تمام؟ فانا محتاج اغير ال10 الثابته دي اللي هي تطبع لي 10 نجوم جوه كل سطر واحطها بعدد النجوم جوه سطر كل سطر. يعني ايه؟ يعني انا في السطر الاولاني هنا اقول له ان عدد النجوم اللي جواك 1، السطر الثاني 3، السطر الثالث 5، 7، 10، تمام؟ فانا هنا هبدل ال10 دي بعدد النجوم جوه كل سطر، تمام؟ تعالوا نحسب بقى عدد النجوم اللي جوه كل سطر. طبعا احنا عاملين هنا المعادله بتاعتها اللي هو بنجيب عدد رقم السطر بنضربه في 2 بيطرح منه 1 بيديني عدد النجوم، تمام؟ تعالوا نعمل هنا اول حاجه نقول له انتجر، نعمل انتجر هنسميه مثلا stars
number. تمام، ده متغير هنحط فيه عدد النجوم جوه السطر، يعني جوه السطر هيبقى فيه كام نجم. فقولوا ان المتغير ده اللي هو stars number ده بيتساوي رقم السطر. رقم السطر هعرفه عن طريق البارامتر او متغير اسمه lines، هيبقى متسجل فيه رقم السطر اللي انا جواه، هضربه فيه 2 واطرح منه 1، نحط سيمي كولن في الاخر. تعالوا نوقف طباعة النجوم دلوقتي بشكل مؤقت ونقول له هنا see out الستارز نمبر، اطبع لي عدد النجوم جوه كل سطر. فلما اعمل run هلاقيه فعلا طبيعي ان في السطر الاولاني في نجمة، والسطر التاني في 3، والسطر الرابع في 5، والثالث في 5، والرابع في 7، والاخير في 10. طبعا الاخير في كام؟ 9 مش 10. فالمعادلة بتاعتي ما بتشتغلش مع اخر سطر، فانا عايز اعمل exception او اعمل استثناء لاخر سطر، ان المعادلة بتاعتي دي ما تشتغلش مع اخر سطر. فاعمل ده عن طريق الاف، اقول له اف ان السطر اللي انا فيه، السطر عرفته منين؟ عن طريق المتغير اسمه line. فاقول له اف السطر اللي انا فيه بيساوي يساوي 5 اللي هو اخر سطر عندي، ساعتها خلي لي عدد النجوم جوه السطر بيساوي 10. else اي حاجة غير كده بنفذ المعادلة بتاعتي، لان انا المعادله بتاعتي شغاله مع كل الاسطر ما عدا السطر الاخير فقط. فانا قلت له لو هو في اخر سطر خلي عدد الستارز بتاعتي 10، اي حاجه غير كده نفذ المعادله بتاعتي اللي شايفها. فانا المفروض لما اعمل ران دلوقتي هلاقي ان اخر سطر بس هو اللي غيره بقى 10، هي بس اخر سطر بيساوي 10. تمام، انا دلوقتي بقى بعد ما عملت عرفت جوه كل جوه كل سطر كام نجمه بالظبط، عايز اخد بقى عدد النجوم ده واقول له شيل لي بقى العشرة واعمل لي لوب على عدد النجوم. في حاله ان انا في السطر الاولاني هيعمل لي لوب على 1، في حاله ان انا في السطر الثاني هيعمل لي لوب على 3، في حاله ان انا في السطر الثالث هيعمل لي لوب على 5، في حاله ان انا في السطر الرابع هيعمل لي لوب على 7، في حاله ان انا في السطر الخامس هيعمل لي لوب على 10. تعالوا كده الرن، هلاقي فعلا ان جوه كل سطر سقط لي عدد النجوم بتاعته بالشكل اللي انتم شايفينه ده. يبقى تاني انا كل اللي انا عملته من الاول، انا عملت 5 سطور وبعد كده حسبت جوه كل سطر كام نجمه وعملت لوب على عدد النجوم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام، عايز بقى اعمل اخر خطوه اللي هو احسب في كام مسافه فاضيه في السطر بتاعي. هحسبها ازاي بقى دي؟ تعالوا نتخيل ان جوه اي سطر من الاسطر دي 10 خانات، يعني السطر الاولاني ده فيه 10 خانات، تمام، بس في خانه واحده فيها ستار او نجمه والبقيه الخانات فاضيه. طب السطر الثاني فيه 10 خانات برضو، بس في 3 خانات منهم فيهم ستارز او نجمه وبقيه الاسطر فاضيه او بقيه الخانات فاضيه. السطر رقم 3 فيه 5 نجوم وبقيه الخانات فاضيه اللي هم 5. السطر رقم 4 فيه 7 نجوم و3 خانات فاضيين. السطر رقم 5 فيه 10 نجوم ومفيش ولا خانه فاضيه. تمام، طيب فانا هاجي على السطر الاولاني اقول له انت المفروض فيك 10 خانات صح؟ هيقول لي اه. طيب اطرح لي من ال 10 خانات دي كام نجمه عندك؟ فانا في السطر الاولاني عندي نجمه ناقص 10 خانات، يعني عندي 9 خانات فاضيين. طيب اقسمهم لي على 2، ليه اقسمهم على 2؟ لان انا عندي 5 خانات او 4 خانات ناحيه اليمين وخمس خانات ناحيه الشمال او 4، يعني هنا لو 5 يبقى هنا 4، لو هنا 5 يبقى هنا 4. تمام، طيب تاني يبقى انا دلوقتي هجيب 10 خانات بتوعي اطرح منهم عدد النجوم اللي في السطر، هيطلع لي قيمه، القيمه دي اقسمها على 2 واقربها لاقرب رقم صحيح. تاني يبقى انا عندي 10 خانات هنا في السطر الاولاني، عندي 10 خانات هطرحهم من 1 هيبقى عندي 9 خانات فاضيين. هقسم ال 9 خانات دي فاضيين دي على ال 2 هيديني 4.5، فانا هقربه للأربعة. تمام، هيبقى عندي 4 خانات ناحية الشمال. تاني على السطر رقم 2 انا عندي 10 خانات، في 3 خانات فيهم ستارز، يبقى عندي 7 خانات فاضيين. هقسم ال 7 خانات على 2 هيبقى عندي 3.5، يبقى انا عندي 3 ناحية الشمال. السطر رقم 3 عندي 5 خانات فاضيين و5 فيهم ستارز. طيب في الخمس خانات فاضيين دول هقسمهم على 2 هيدي 2.5، هقربهم فهيصبح عندي في خانتين ناحيه اليسار،
وهكذا. طيب تعال نعمل الكلام ده بقى. يبقى احنا اول حاجة تعال نعمل متغير int هنقول هنا space number، يبقى space number ده بحط فيه عدد الخانات الفاضية اللي عندي جوه السطر. يبقى انا عندي في الستار number بحط عدد الستارز، في space number هو عدد الخانات الفاضية. طب انا هعرف عدد الخانات الفاضية ازاي؟ اقول له space number هتساوي العشرة بتاعتي ناقص عدد الستارز اللي جوه الايه السطر بتاعي. انا عارف السطر بتاعي فيه كام ستار او فيه كام نجمة عن طريق متغير اسمه ستار نمبر، لان ستار نمبر ده بيقول لي فيه كام نجمة جوه السطر. بعد كده اقسم الكلام ده على 2 بالشكل. وطالما انا عامل الستار السبيس نمبر ده انتجر، فهو اوتوماتيك هيشيل النص زيادة. يعني في حالة مثلا هو كان هنا 4.5 في اول خانة او اول سطر، هو الواحدة يخليها 4. ليه؟ لان هو انتجر عدد صحيح، ما ينفعش يبقى 4.5، لازم هيبقى 4. طيب فاصبح انا عندي دلوقتي عرفت عدد المسافات اللي جوه السطر بتاعي. من هنا ممكن بقى اعمل حاجتين، قدامي حل من اتنين، يا اما اطبع مسافات فاضيه، يا اما استخدم الداله اللي اسمها سيت دبليو. طيب طالما هستخدم السيت دبليو لازم اضمن المكتبه بتاعتها. هروح اضمن المكتبه بتاعتها كلود اي او ام بالشكل ده، وهاجي هنا اقول له سي اوت الداله اللي اسمها سيت دبليو بالشكل. الداله دي بتاخد انتجر، حتى هو هنا كاتب لي انتجر، يعني بتاخد رقم صحيح. فانا هديها الستار السبيس نمبر بتاعتي اللي هي عدد المسافات بتاعتي. طيب تعالوا نرن. طبعا انا هنا هيبقى عندي مشكله صغيره في السيستم بتاعي، تمام؟ لان نظام الماك بيحسب شويه المسافات مختلفه، تمام؟ فانا هنا هبدا استخدم الطريقه الثانيه اللي انا بفضلها عن نفسي، اللي انا هطبع المسافات بشكل يدوي. هاجي هنا اقول له هنا ان الفور اقول له هنا انت سبيس هتساوي صفر بالشكل ده، تمام؟ و السبيس اصغر من السبيس نمبر اللي هو عدد المسافات الفاضيه، والسبيس دي بلس بلس، واقول له هنا سي اوت اطبع لي مسافه فاضيه. كول ران هيديني الشكل مظبوط زي ما انتم شايفين هنا بالطريقه دي. فانا عندي يعني الماكنتوش شويه بيحسب، او البرنامج نفسه ده بيحسب شويه المسافات بتاعت السيت دبليو غلط، بس انتوا عندكم على الفيجوال ستوديو المفروض السيت دبليو انتوا تستغنوا عن الموضوع ده. يعني الخطوات دي ممكن تعملوها، يعني الخطوه دي ممكن تعملوها كده، او ممكن تعملوها زي ما انا كنت عاملها دلوقتي اللي هي سي اوت سيت دبليو، وتحط اللي هو العدد بتاع السبيس نمبر ده بالشكل ده. بس زي ما قلت لكم ان في الماكنتوش شويه الموضوع مختلف، فعشان كده الموضوع طلعش مظبوط، بس انا لما سقطت مسافه مظبوط زي ما انتم شايفين كده بالشكل، تمام. كل اللي انا عليا ان انا ممكن اقول له مثلا هنا احط لي مسافه قبل وبعد النجمه، احط مسافه وبعد كده النجمه وبعد كده مسافه ثانيه. بص لما ادوس رن ايه اللي هيحصل؟ هيطلع لي شكل متلخبط طبعا، لان انا حطيت مسافات قبل النجوم، حطيت واحده قبليها واحده بعديها، فانا اوتوماتيك هنا اقوم بدل مسافة واحدة احط تلات مسافات، ادي مسافة اتنين تلاتة. هرن هلاقي الشكل مظبوط بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، وهو ده الاساينمنت اللي كان مطلوب منكم في الدرس او مع الدكتور حافظ، تمام. ان شاء الله الدرس الجاي او التوتوريال الجاي هنتكلم ازاي نعمل نفس اللي احنا عاملينه دلوقتي حالا بشكل نفس اللي احنا عاملينه ده، بس عن طريق الفانكشنز. طبعا انتوا عندكم الفانكشنز المفروض انتوا اخدتوها في الاسبوع اللي فات تقريبا، الاسبوع ده. فان شاء الله هنبدا نشوف الفانكشنز ونتعمق فيها شويه، ونشوف ازاي نعمل برنامج معقد زي ده، او يعني تقيل زي ده. البرنامج ده مش سهل، برنامج تقيل، فهنعمل ازاي نعمل برنامج بسيط او تقيل زي ده بالفانكشنز، بحيث ان احنا نخش دخله قويه بالفانكشنز.
اشوفكم الدرس الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.